كما كتشوفوا اليوم جينا باش نعقدوا واحد الاجتماع اللي كان مخصص ديال الانديه ديال كره القدم داخل اقليم اسافي بخصوص المشاكل اللي تخبطنا فيها طيله هاد الثلاث اشهر هذه، وخصوصا ما جرى البارح في ملعب الجريفات وملعب النخلة وملعب شنقيط، بحيث أن جميع الفرق ديال مدينة أسافي تعرضوا لواحد الإقصاء وواحد تهميش ممنهج. اليوم الإخوان غيديروا واحد اللقاء يعني حاسم باش يقروا كفرق، يقروا شنو التوجه اللي غادي يشدوا. أنا بكل صراحة يعني ما بقيناش قدرنا نصبروا على هذه المهزلة اللي ولات واقعة في مدينة أسفي، حيث أن واحد السيد داخل على مدينة أسفي اللي جا وبغى يتحكم في الرياضة داخل المدينة، والغريب في الأمر أنه ولاو كيساعدوه بعض الأطراف اللي تنتموا للمجلس البلدي كيساعدوه باش يحارب الكرة في المدينة. وبالتالي أن اليوم كاين هذا الاجتماع اللي غادي يكون اجتماع حاسم اللي غادي نقروا فيه شنو الإجراءات اللي غنتاخذوا تصعيدية أو إجراءات يعني على الصعيد القانوني باش ما نبقاوش نتعرضوا حنا كانديه سميتوا عليه هذا الاضطهاد اللي كيتعرضوا ليه الانديه، وهذا التهميش وهذا يعني العصف الرويده كما كنقولوا باللغه العاميه. حنا اليوم اصبحنا كنعانوا من هذه العصبه ديال مراكش، والغريب في الامر هو ان رئيس العصبه ديال مراكش اللي همش الفرق ديال اسفي اللي ما استطاعش يحل هذه المشاكل. من النهار اللي تنتخب هذا الرئيس اللي تنتخب بطريقه غير قانونيه، واللي حنا واضعين واحد الطعن كانديه ديال اقليم اسفي واليوسفية، واضعين واحد الطعن لدى الجامعه الملكيه بعدم اهليه هذا الرئيس بعدم احترام القانون وبعدم تطبيق القانون. جا اليوم كيقصي جميع الفرق، كيقصي ماشي غير الفرق، قصى الفرق، قصى المدربين، قصى الاطر التقنيه ديال اسفي، قصى الحكام، قصى مجموعه ديال وخدم واحد اللوبي، واحد العصابه، واحد اللوبي ديال الفساد اللي خدمه بغى يجي يتحكم في مدينه اسفي. زائد واحد النقطه طرحتها لي اللي جد 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 مهمه، وهي المراسله اللي مشات للجامعه الملكيه. انا كنستغرب كباقي رؤساء الفرق كنستغربوا كيفاش هذا السيد النائب كيقحم راسه في واحد الموضوع اللي هو خارج على النطاق ديال الجامعه، واحد الموضوع اللي هو كيهم الانديه ديال كره القدم اللي حنا دايرين طعون اداريه ودايرين طعون قانونيه. يعني هذا المشكل ملي كيوصل للمحكمه ولا كيوصل للطعون ما بقاش عند الحق شي واحد يتدخل في هذا المشكل. ما يمكنش يجي واحد نائب رئيس يفرض السلطه ديالو على جهه دون جهه اخرى. اليوم حنا تنجتمعوا كانديه ديال اقليم اسفي واليوسفية من اجل نظر في المشكل اللي واقع في فرع ديال اسفي، حيث انه تم تهميش مجموعه من الانديه، الانديه اللي تشتغل في اطار القانون. حنا نادي معتمد من الوزاره الوصيه، من وزاره الثقافه والشباب والرياضه، و يعني نادي اللي دار الجمع العام ديالو عنده ملف قانوني، و تنتفاجئوا باقصاء ديال الفئات ديالنا من الممارسة. حنا كمطلب ديالنا الرئيس ديال الفرع العصبة هو رئيس عصبة مراكش اسفي هو السي العلوي مدني، تنشوفوا انه اتخذ سياسة الأذن الصماء وخلى المشاكل تتفاقم. تنطلبوا باش حنا الطلب ديالنا هو ان جميع الاندية تنصف والمطالب ديالها مشروعه، لان الانديه اللي كانت تتمارس في قسم جهوي تم الاقصاء ديالها من البطوله لبطولات قسم الممتاز، و بحيث ان البطوله القسم الممتاز في العصبه الجهويه مراكش اسفي الان وصل الدوره الثامنه التاسعه، وحاليا ما تمش برمجه هذه الانديه. انديه اقليم اسفي اللي كتعرف اقصاء ممنهج داخل مجلس جامعه اسفي بخصوص التراخيص ديال مباريات كره القدم، في حين اننا كنشوفوا ان واحد المجموعه ديال الانديه كتقصى من التراخيص ديالها، من التراخيص ان التراخيص توضع الطلبات ديالها باش تاخذ تراخيص لاجراء مقابلات اللي كتهم هذه الانديه، وفي حين ان التراخيص كنشوفوا التراخيص كتعطى غير لواحد المجموعه ديال الانديه وكتقصى مجموعه اخرى. هذا الشيء ما مفهومش علاش كيتم الاقصاء ديال هذه الانديه من حقها كبقيه الانديه. ومن جهه اخرى والشق اللي كيخص البرمجه ديال ديال العصبه الاقليميه، كنشوفوا انه خصوصا الفئه الصغرى كنشوفوا انه تم برمجه واحد اربعه الفروق او سته، في حين انه تم اقصاء واحد 20 ولا 30 فريق من هذه البرمجه. هنا كتطرح علامه استفهام، علاش هذه الفروق غير مدرجه داخل هذا البرنامج؟